بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم نور الحق من ارض الممنوعات ومسرح الاحلام، معرض غصن زيتون بمحافظه الجيزه، في عرض جديد من عروضنا اللي ما بتنتهيش. النهارده هنقدم لكم عربيه سوزوكي نقل بيك اب موديل 2000، عربيه حالتها ممتازه جدا وتاكل لقمه عيش وتفتح بدل البيت بيتين وثلاثه كمان، وسعرها حنين جدا، سعرها مفاجاه، وممكن تاخدها كاش وممكن تاخدها بالتقسيط المريح، والمقدم بتاعها قليل جدا وحنين جدا، سعرها حنين جدا. تابعونا بعد ما نوصفها هنقول لكم على سعرها ان شاء الله. العربية رشة من بره اجزاء بسيطة، انما الحالة العامة بتاعتها انها كويسة وسليمة. ادي الصدر زي ما احنا شايفين قدام عينينا كده، حالته ممتازة، بالفوانيس الأمامية، بالإكسدام الأمامي، وادي القايم اليمين بالذنب بتاعته، بالمضرب بفاصل القايم، الذنب بتاع القايم الشمال برضو تمام التمام، الجنب اليمين زي ما احنا شايفين كده أربع فرد كاوتش حالتهم ممتازة، طقم جنوط حديد، وضع المصنع، بطارية تمام التمام، مكنة وعفشة وآلة جر حالتهم ممتازة جدا، المكنة حالتها ممتازة وشغالة تمام ومية مية. العربية بقى مرور القطامية وفيها رخصة 6 شهور، مرور القطامية بمحافظة القاهرة وفيها رخصة 6 شهور، يعني رخصة سارية وشغالة معاك. ادي الجنب الشمال زي ما احنا شايفين كده، قلنا 4 فلت كاوتش حالتهم ممتازة، طقم جنوط حديد، وضع المصنع، العربية قلنا انها موديل 2000، مرور القطامية، رخصة 6 شهور، حالتها ممتازة، والمكنة والعفش وآلات الجر حالتهم ممتازة جدا، وتأكل لقمة عيش. طيب العربية دي سعرها كام؟ سعرها 47,000 جنيه بس، السعر بتاعها 47,000 جنيه بس، يعني بتمن تروسيكل، تمنها في الكاش 47,000 جنيه بس. طب لو هتتاخد قسط، ممكن تدفع مقدم 25,000 جنيه بس، يبقى سعرها في الكاش عامل 47,000 جنيه بس. طب ولو تقسيط المقدم بتاعها 25,000 جنيه بس، يبقى كلامنا واضح وباين، سعر العربية في الكاش 47، المقدم بتاعها 25,000 جنيه، يعني لو معاك 25,000 جنيه تقدر تركب العربية، ولو 47,000 جنيه تقدر تاخدها كاش، ولو بعناها بالكيلو هتجيب اكتر من كده. موديل 2000، مرور القطامية، حالتها ممتازة، رخصة 6 شهور، تشتغل معاك وتسد تأكل لقمة عيش، وتمنها تمن تروسيكل، محصلش حتى تمن التروسيكل. البيع نقدا او بالتقسيط المريح، والتقسيط بصورة البطاقة الشخصية انت واي ضامن معاك، تدفع وتمضي وتستلم وانت واقف على طول بدون استعلام وبدون اي اجراءات بنكية. كان معكم اخوكم نور الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.